بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم يا جماعة عن الجزء الثاني من لوحة التحكم، وهنتكلم فيه عن التعامل مع المستخدمين، إنشاء مستخدم جديد، تغيير إعدادات مستخدم موجود، والتعامل مع التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية اللي أنت ممكن تغيرهم فين في الجهاز بتاعك. قول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا نروح على لوحة التحكم، نفتح قائمة تبدأ، وبعد كده نروح على لوحة التحكم، وبعد كده هنلاقي كل حاجة يعني خاصة بالمستخدمين هتلاقيها في حسابات المستخدمين وأمان العائلة. كل ما عليك بس إنك هتضغط على حسابات المستخدمين وأمان العائلة بهذا الشكل. هيجيلك حاجات كتيرة في حسابات المستخدمين زي تغيير صورة الحساب وإضافة حسابات مستخدمين أو إزالتها وتغيير كلمة مرور للويندوز. خلينا في أول حاجة اللي هي تغيير صورة الحساب. إيه هي صورة الحساب أولا؟ لو أنت لاحظت كده فتحت قائمة تبدأ هتلاقي في صورة من فوق، دي صورة الحساب. لو أنت عايز تغيرها ممكن تضغط على تغيير صورة الحساب من هنا أو تضغط على الصورة دي. هنضغط على تغيير صورة الحساب، نختار الصورة اللي احنا عاوزينها، وليكن مثلا الصورة ديت، ونقول له تغيير الصورة. نروح على قائمة تبدأ مرة تانية هتلاقي الصورة كده اتغيرت. دي أول حاجة وأبسط حاجة فين؟ في حسابات المستخدمين. طيب لو أنت عاوز تضيف حسابات مستخدمين أو تنزلها، أو إن أنت عاوز تغير في إعدادات حسابات المستخدمين حاليا، تعمل إيه؟ هتيجي برضو في لوحة التحكم في حسابات المستخدمين وأمان العائلة، وهتيجي في الاختيار التاني اللي هو إضافة حسابات مستخدمين أو إزالتها. نضغط عليها كده أهو، هيديك رسالة تقول له نعم مفيش مشكلة. هيديك الحسابات الموجودة عندك دلوقتي حاليا، مثلا ده الحساب بتاعي وأنا أدمنستريتور اللي هو يعتبر مسؤول، وده حساب الجيست دوت يعني حساب بنشيل ويندوز افتراضي عشان لو ضاعت منك كلمة السر هنا. لو انت عاوز تنشئ حساب جديد بتيجي في انشاء حساب جديد وتكتب اسم الحساب وليكن مثلا محمد، وتخليه يا اما مستخدم قياسي يا اما مسؤول. الفرق يا جماعه بين المستخدم القياسي والمسؤول ان المسؤول ده ليه كل الصلاحيات، زي مثلا اضافه برامج وزياده برامج، زي مثلا تصليح حاجات معينه، زي نسخ حاجات معينه. المهم ان المسؤول ده ليه كافه الصلاحيات. اما المستخدم القياسي فيعني معظم الحاجات اللي هي خاصه بتغيير برامج وعدات النظام ما يقدرش يعمل. تمام، بعد ما تختار سواء كان انت عاوز تنشئ مستخدم قياسي او تنشئ مسؤول اللي هو ادمنستريتور، تقول له انشاء حساب. طبعا انا مش هنشئ دلوقتي عشان ما يقطعش التسجيل. لو انت عاوز تعدل بيانات حساب مثلا معين موجود عندك، بتيجي على الحساب الموجود في قائمه الحسابات هنا وتضغط عليه بس مره واحده، هيديك مجموعة من الاختيارات انت ممكن تغيرها فين في الحساب الحالي، زي مثلا تغيير اسم الحساب مثلا، ممكن تدي له اسم جديد، او ان انت تنشئ كلمة مرور للحساب. تيجي هنا تدي له كلمة المرور وتأكد على كلمة المرور، تقول له انشاء كلمة المرور، يصبح المستخدم ده محمل كلمة كلمة مرور. او ان انت مثلا تغير الصورة زي ما احنا عملنا دلوقتي من شوية، او تغير نوع الحساب على حسب ما انت عاوز من قياس المسؤول وهكذا. طبعا الحاجات دي يا جماعه عشان انا انفذها على طول دلوقتي مش هينفع عشان التسجيل، فانت لازم تنفذها عندك في البيت وتشوفها واحده واحده كده. دي الجزئيه اللي هي خاصه بحسابات المستخدمين المفروض انت تعرفها يعني. لو انتقلنا للجزء الثاني اللي هو التاريخ والمنطقه الزمنيه، فهو جزء بمنتهى البساطه سهل جدا. نفتح برضو قائمه تبدا ونروح على لوحه التحكم. هتلاقي عندك في اللي هي الساعه واللغه والمنطقه، ممكن تضغط عليهم. هتلاقي اول حاجه عندك تعيين الوقت والتاريخ، انك تغير الوقت والتاريخ بتاعك، وبعد كده تضغط على تغيير التاريخ والوقت، وتبتدي انت تظبط مثلا التاريخ بتاعك، السنة والشهر واليوم والساعة بتاعتك، الساعة والدقائق والثواني وصباحي ولا مسائي على حسب ما انت عاوز. وبعد ما تخلص تقول له موافق، هيبتدي الاعدادات اللي انت غيرتها هنا تتغير، موجودة تبقى موجودة عندك فين؟ من اسفل هنا. لو انت عاوز تغير المنطقة الزمنية بتيجي برضو في نفس المكان اللي هو التاريخ والوقت بتاعك، تقول له تغيير المنطقة الزمنية، وتختار المكان اللي انت فيه. زي مثلا انا دلوقتي يعني مثلا يعتبر في الرياض، مثلا يعتبر تبع توقيت الرياض ومكة يعني، فهاجي هنا تحت هنا اختار الكويت والرياض في توقيت المنطقة الزمنية عشان يبقى ظاهر لك الوقت بايه بالظبط بدون فرق ده، وتقول له موافق. هيعكس لك التغيير ده على الساعة والتاريخ بتاعك، وابتدي تظبط لك من تحت دلوقتي. الساعة دلوقتي حسب التوقيت بتاع الرياض والكويت 10:45 مساء. تمام، بعد ما تخلص اي تغييرات انت عملتها بتضغط طبعا موافق عشان تاكد على التغييرات بتاعتك. في حاجه برضو اضافيه، لو انت عاوز تعمل اكتر من ساعه، يعني الساعه دلوقتي مظبوطه على تاريخ مثلا اللي هو المنطقه الزمنيه بتاعت مين؟ بتاعت الكويت والرياض. افرض انت عاوز واحده تانية مثلا على توقيت مثلا دبي، على توقيت القاهره، بتعمل تيجي في حاجه اسمها الساعات الاضافيه، وتقول له مثلا اظهار الساعه مثلا اللي هي بتوقيت مثلا وليكن ابو ظبي مسقط،
وتسمي الساعة بتاعتك دي مثلا أبو ظبي، أبو ظبي، وتقول له موافق. لو انت جيت هنا عملت كليك شمال على الساعة والتاريخ هيطلع لك ساعتين، واحدة بتوقيت اللي هي يعتبر الكويت الرياض، واحدة بتوقيت اللي هي أبو إيه؟ أبو ظبي. طبعا لو انت عاوز ترجع تاني وتشيل الحاجات ديت، تيجي في تعيين تاريخ والوقت، وتيجي في الساعة الإضافية وتشيل العلامة دي بس ليس إلا، وتقول له إيه؟ موافق. وبكده تكون المحاضرة بتاعتنا انتهت، وأرجو إن أنت تكون استفدت منها.